خويا السبب تاع الوقفة راه واضح للجميع، ان هذه تقريبا مدة معينة والناس ما خدامينش وما كاين حتى شي دخل، و1700 درهم اللي تعطيونا راه تقريبا ثمن المدرسة، ما حتى المدرسة ما خلصهاش لنا لولادنا، والحاول الانسان راه ما عندوش شي مدخول اخر، مثلا ما كاينش شي مدخول اخر مثلا، يعني تنشوفوا دول اخرى بحال مصر بحال تونس، دول اخرى ما عندهاش كي تنقولوا البنيه التحتيه المستشفيات اللي عندنا حنا، ومع ذلك حالين الحدود، يعني كاين هذاك استغراب، واش نيت زعما الميكرون هو اللي حبس مثلا ما خليش خلي الحدود تفتح، مثلا بريطانيا مثلا راه البارح صرحت بانها ما باقيش تتقلب على حتى جواز التلقيح، ما باقيش تيسولوا عليه، ايطاليا البارح قالوا بانهم جواز التلقيح ما بقاش مهم في المحلات. قبلت الاغلاق الاخير للحدود؟ اه راه حنا راه في المغرب وحنا في مراكش، مثلا في مراكش راه بيجي كاين شخصيه وحده، يعني شخصيه وحده مثلا جات لمراكش تتجيب معها دوك لي فان ديالها، تتجيب معها المحبين، ومراكش راه محبوبه من جميع، مراكش راه محبوبه من جميع الفنانه، من جميع سكان العالم تيحبوا مراكش، حيت مدينه تاعت البهجه ومدينه السرور ومدينه التقاء الحضارات، ومدينه تاعت راه حنا تقريبا من المغرب، المغرب ومراكش تقريبا هي مدينه الالتقاء، تيجيو لي حاجه تيجيو مثلا تيجيو المسلمين من دول اخرى، تيجيو اليهود، تيجيو النصارى، المسيحيين، تتجي ملتقى جميع الديانات مراكش. ولا المطالب تاعت المغرب كامله هي تفتح الحدود، راه تفتح الحدود، لاقاش المغرب كله دابا زاكي، راه مراكش ورزازات زاكوره الريصاني جميع من مراكش للتحت راه كله تيشتغل بالسياحه، ملي زاكيه السياحه راه كلشي واقف. راه دابا اش بنقول لك، راه فاش كاتش اش اللي تيجعل الانسان ما تيحس شويه احساس غريب، هو تركيا حاله، مصر حاله، تونس حاله، وحلو في راس العام، وحنا يا سادين هذا هو الاحساس، دابا هذا هو الشيء اللي كيكون غريب، وهو بريطانيا اللي عندهم 197 الف حاله في اليوم، فرنسا عندهم 208 الف حاله في اليوم، وحالين حنا عندنا 4000 2000 6192 حاله وسادين، يعني احساس غريب هذا، راه كتحس. والوزاره الوصيه راه جات السيده الوزيره معالي الوزيره، راه جات هذه الاسبوع، راه اسميتو الحكومه اتخذت شي قرارات تاعت المساعده، ولكن هذاك الشيء كله راه كي قلت لك لا كاع عطاونا مساعده تاعت 1700 درهم، ولا عطيتك انت 1700 درهم اش بغات دير لك في الشهر؟ عندك جوج دراري ولا ثلاثة دراري وكاري، وعندك كريدي ديال البنكة، بالنسبة للمرشدين حنا ما على راه كاين الناس اللي دايرة كريدي من البنكة تتخلصوا كل شهر، والبنكة راه غتحز لك على دارك إلا ما كنتيش إلا ما وفيتيش، وهذا الشيء بحال مثلا إلا على الأقل اللي تاخذوا معنا شي حلول في هذا النطاق هذا، ومن بعد راه إلا ما حلوا الحدود راه ما كاين والو خويا. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.